نشكر هذا التقرير هي وضيفتها، وصراحة فعلا الكلارينيت أحد أمتع الآلات الموسيقية على السمع. أما الحين ضيفتنا راح تتكلم عن موضوع وايد مهم لي مو بس للكويت، لكوكب الأرض. موضوعنا اليوم أول شيء نبلش فيه ونقول من القيم الحضارية الواجب على كل فرد الالتزام فيها المحافظة على نظافة المكان والبيئة، وهذا طبعا كله يدعونا لديننا الإسلامي. وبخصوص هذا الموضوع معانا مهندسة كويتية اخترعت حاويات نظافة بس لها فكرة مختلفة ومميزة، راح أعرفكم عليها، لكن شوفوا هالتقرير أول. مشروع الحاويات الذكية لفرز النفايات إيفرز هو مشروع صناعي، حيث يعمل المشروع على معالجة مشكلة النفايات للمحافظة على البيئة الكويتية من خلال فرز النفايات من المصدر، حيث تم ابتكار حاوية نفايات ذكية تقوم بفرز ثلاث أنواع من النفايات بلاستيك، زجاج، معدن بطريقة أوتوماتيكية من خلال مستشعرات خاصة للتعرف على نوع المادة، كما يتم حساب كمية النفايات لكل نوع من عملية الفرز، وقبل عملية الفرز يقوم المستهلك بربط هاتفه الذكي مع الحاوية الذكية باستخدام تقنية البلوتوث، حيث سيتم نقل بيانات النفايات المفروزة إلى تطبيق هاتف ذكي خاص بالحاوية، ومن ثم تحويل كمية النفايات إلى قيمة مادية. واو، فكرة جديدة وغريبة، حاويات بالبلوتوث. أول شيء خلوني أرحب بضيفتي المهندسة أسماء العتيق، مؤسسة مشروع الحاويات الذكية لفرز النفايات إي فرز. حياة الله. الله يحييك، مشكورة. إي فرز كول، اسم سهل وحرف الإي أتوقع يدل على إلكترونيك. نعم صحيح، إنه هو الفرز الإلكتروني، هذا معناته بالعربي. فمشروع الحاويات الذكية أول شيء يعني إحنا هذا المشروع عبارة عن حاويات إلكترونية، جهاز إلكتروني يفرز ثلاث أنواع من النفايات اللي هو الزجاج والبلاستيك والمعدن. من تحطين الحاوية النفاية نفسها يتعرف عليها ويفرزها من داخل الحاوية بطريقة أوتوماتيكية. طبعا مع عملية الفرز قاعد نوزن كل قطعة من هذه النفايات. زين، المستخدم نفسه طبعا لما قبل لا يستخدم الحاوية أول شيء يشبك مع الحاوية الذكية عن طريق البلوتوث مع الموبايل مع الجهاز اللي هو الهاتف الذكي، وهو أوردي فيه يكون موبايل أبليكيشن. طيب الموبايل أبليكيشن هذا يسجل اسمه ورقم المدني، هذا في البداية. بعدين لما يبدأ عملية الفرز طبعا راح تبين معه على الحاوية الذكية بيانات اللي هي شنو نوع النفاية ووزنها اللي تم فرزها في داخل الحاوية. المستخدم اللي هو منه، استخدام شخصي وبيوت ولا استخدام مثلا شركات، عشان نفهم هو الحاوية الذكية ممكن تنحط في أي مكان مغلق، سواء في البيوت أو في المجمعات أو في الأماكن العامة، يعني بس أنها تكون مكان مغلق. المستخدم أي مستخدم، سواء يعني المستخدمين العاديين يعني أي شخص صاحب نفاية. فلما يشبك معها عن طريق البلوتوث طبعا يبين معاه اللي هي نوع النفايات ووزنها، راح تنتقل هالبيانات هذه عن طريق البلوتوث الى الموبايل ابلكيشن، ويحسب له اللي هو نوع كل نفايه كم سعرها. طبعا هذه النفايات لان لها اسعار، فعلشان كذي احنا في الخطوه هذه احنا يعني نحتاجها في المرحله القادمه. بعد ما يفرز النفايات طبعا هذه الحاويه لانها شابكه على الانترنت فهي ذكيه، فيبين معانا احنا في المركز النفايه هذه او خلينا نقول الحاويه هذه مليانه. فبناء على هالمعلومات ندز السيارات ونجمع النفايات نوديها حق شركات تدوير ونبيعها عليهم. طيب والفلوس هذه ترجع حق المستهلك نفسه اللي اساسا بالبدايه يعني قام بعمليه الفرز. هذه اللي هو العمليه يعني كلها تكون الكترونيه، وعملية استرجاع الفلوس هذه إما عن طريق الكاش أو عن طريق التحويل في البنك. طبعا بعد ما نتحقق من البطاقة المدنية اللي دخلها في البداية على الموبايل أبليكيشن. واو، فهذا الفكرة يعني عام. وأنا قاعدة أسمعك أحس أن العملية وايد تقنية. أكيد. بس صراحة أحس بالتنفيذ سهلت على ناس وايد. أكيد. وحافظت على سلامة، بس مو على جيب بعض العاملين اللي يعني نعم. المساكين الله يعينهم ان شاء الله. نعم. اللي دائما يدورون صحيح على شيء يبيعونه داخل النفايات. صحيح.
هذيلا اتوقع راح يخسرون ماديا بس هم على صحتهم راح يكون في فايده اكثر لانهم ما راح يتعرضون وايد. اكيد طبعا هذا في حال المشروع توزع وصار يعني خلينا نقول متفشي هنا موجود عندنا بالكويت. نعم هو امانه العمال اللي قاعد يسوونه اول شيء هذه ظاهره سلبيه عندنا في الكويت، نبش النفايات من قبل عمال النظافه اول شيء هذا غير قانوني لان النفايات هذه اذا انت حطيتيها في حاويه البلديه فهذه ملك الدوله ويعني والتصرف الصحيح فيها يكون من عن طريق الدولة نفسها. ولكن عملية الفرز هذه التقليدية أيضا مثل ما قلتي قاعد تأثر عليهم صحيا، بس في حال استخدام الحاوية الذكية ممكن أيضا عامل البلدية يستخدم الحاوية، فإحنا يعني إحنا بس استخدمنا الحاوية الذكية فرزناها عن بقية النفايات علشان شنو نبدأ عملية التدوير اللي هي بعد ما نبيع النفايات هذه شركات تدوير. حلو نعم نتكلم شوية الحين عن معالجة النفايات. مشروعك شلون ساهم يعني نعم. طبعا انت جاوبتي اوريدي نص الموضوع نعم. بس احس ان في مساهمه على نطاق اكبر. اكيد اول شيء النفايات بشكل عام اللي قاعد تصير المعالجه في الكويت يا اما الردم يا اما الكل الحرق. طبعا في الحالتين هذا قاعد يضر البيئه سواء يعني من ناحيه التلوث من ناحيه التربه كل هالاشياء هذه يعني المعالجه التقليديه والقديمه اللي ما قاعد يعني خلينا نقول نستفيد من النفايات هذه. فايضا النفايات اللي في نوع من النفايات ما تتحلى تاخذ لها ملايين السنين او نقول مئات السنين. البلاستيك بالضبط البلاستيك والمعدن والزجاج هذه اكثر مواد ما تتحلل. صحيح. فالمشروع اول شيء العمليه اللي تسبق عمليه طبعا احسن حل للنفايات اللي هو تدوير النفايات. المرحله اللي تسبق عمليه التدوير اللي هي الفرز، فاحنا ما يعني الاليه السليمه للفرز مو متوفره حاليا هي الطريقه التقليديه اللي هي من عمال النظافه. صحيح. طيب اذا احنا حولناها الى طريقه يعني خلينا نقول عمليه اكثر مع التكنولوجيا فاحنا بالعكس احنا اختصرنا يعني خلينا نقول الطريق. نوع الفرز بالعالم كله نوعين، يا اما فرز مركزي يا اما فرز من المصدر. الفرز المركزي اللي هو يكون عندنا مصنع للفرز. صحيح. طيب هذا المصنع مو متوفر بالكويت حاليا او خلينا نقول في اجتهادات من شركات صغيره قاعد يعني تساهم في هالشغله هذه. ايه. الفرز المركزي انه نجمع كل النفايات مع بعض ونحطها على سير او خلينا نقول تجهيزات خاصه واليات خاصه مع عمال ويفرزونها. حلو. ولكن عمليه الفرز هذه ينتج عنها شوائب مخلوطه ينتج عنها نفايات مخلوطه بالشوائب. النفايات هذه جودتها اقل فمو صالحة للتدوير فإحنا ما استفدنا. صحيح. طيب النوع الثاني للفرز هو اللي هو الفرز من المصدر اللي هو من مكان نفاية من المطبخ من البيت، فهذا النوع من الفرز هو الأسلم أو خلينا نقول الأفضل. ليش؟ لأن النفايات راح تطلع خالية نسبيا من الشوائب فهي أحسن حق التدوير. أتوقع يعني بالضبط. لو الطريقة الأساسية اللي الواحد يحط حاوية حق النفايات وحاوية ثانية حق كل شيء يعاد تدويره. نعم. بس ما حد قاعد يطبق. ما حد قاعد للأسف. بالضبط. إذا خلينا نتكلم شوية عن خدمة المستهلك. مشروعك هذا طبعا راح يخدم البيئه اكيد، بس الاشخاص اللي مرات كل شيء يبون خلينا نقول انا شنو فائدتي؟ صحيح. شو تجاوبينهم؟ بالضبط. عشان كذي احنا حطينا هالخدمه هذه اللي هي خدمه استرجاع قيمه النفايات. فاذا انت استخدمت الحاويه هذه مع الموبايل ابلكيشن تقدر تسترجع قيمه نفاياتك بعد ما احنا نبيعها على شركات تدوير. طبعا هذه قيمه يعني قيمه ماديه يعني طبعا هي سعرها سعر النفايات يعني سعر السوق. النفايات لها اسعار تتغير مع تغير الوقت. صحيح. هذه النفايات الى لما احنا نعرضها على شركات تدوير ونبيعها عليهم يبين معانا كل الاسعار وبعدين نرجع للمستهلك قيمه نفاياته. خلينا نتكلم شويه عن مشروع إيفرز ومستقبل هذا المشروع. نعم. شنو التطور اللي حابه انك توصلين ليوم من الايام؟ نعم اول شيء احنا هذا المشروع يعني الحمد لله رب العالمين انه يعتبر من الجيل الرابع للصناعه. الجيل الرابع للصناعه هو اللي يشمل خلينا نقول الاي او تي اللي هو انترنت الاشياء اللي طبقناه في هذا المشروع، يشمل الكلاود كومبيوتينج اللي هي الحوسبه الالكترونيه، يشمل ايضا الداتا اكسشينج اللي هو تبادل البيانات. طبعا كل هالاشياء هذه لما احنا ندخل لها فاحنا دخلنا يعني خلينا نقول جيل جديد من الصناعه، وهذا اللي نطمح له اساسا يعني خلينا نقول من يعني لتطبيق رؤيه الكويت ان تكون بلده صناعيه. صحيح. أنها تكون منتجة ما تعتمد بس على يعني خلينا نقول نفط ومشتقاته. المشروع نفسه يعني الحمد لله احنا بدينا في تطبيق الفكرة، خلينا نقول اثبتنا الفكرة في النموذج الاول اللي هو البروتوتايب. فلما اثبتنا الفكرة الحمد لله حاولنا الحين نتكلم فيها وان شاء الله الحين يعني قاعدين يعني نبدي في مرحلة ايضا تطبيق اللي هو او خلينا نقول تنفيذ التطبيق الهاتف الذكي.
وإن شاء الله بإذن الله في المراحل القادمة راح نطور الحاوية الذكية بحيث أنها توصل للنموذج النهائي للتصنيع والإنتاج. حلو، فصار ممتاز. عندنا يعني خلينا نقول مشروع صناعي إن شاء الله بإذن الله يعني نبدأ فيه بالكويت وننطلق إن شاء الله للخليج وللعالم. عجيب. نتكلم شوية عن الدعم، منو الجهات اللي خلينا نقول صفقت لك ودعمت هالمشروع ووقفوا معاك؟ الأمانة من الجهات الداعمة أول شيء كان مركز صباح الأحمد موهبة الإبداع. طبعاً هو من ناحية الدعم اللي قدمه، أول شيء سجل المشروع كبراءة اختراع في اللي هو المكتب الاختراعات الأمريكي. واو. فحصلنا على خلينا نقول رقم الإيداع في مكتب براءة الاختراع، وهذا يعني خطوة يعني الحمد لله لحفظ الحقوق. الشغلة الثانية إن المركز صباح الأحمد دعمني في المشاركة في معرض الاختراعات الدولي. هذا السؤال الجاي، دولياً وين شاركتي؟ بالضبط، يعني هذا من هم من يعني مساهم منهم إن شاركوني في هذا الموضوع. الدعم الثاني خلينا نقول اللي هو إن شاء الله يعني مع مركز صباح الأحمد يكون في تطوير حق الحاوية هذه. الجهة الثانية اللي هو إن شاء الله يكون فيها دعم بالمستقبل اللي هو الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة المتوسطة. حلو. طبعاً قدمت الدراسة كاملة حق المشروع ووافقوا عليه، ولكن لحد الحين ما تم عملية التمويل، يعني إن شاء الله الإجراءات القادمة. حلو، ممتاز. يعني حصلتي على دعم كبير من الدولة ولله الحمد. لحد الحين هذه المراحل اللي وصلنا لها. على مستوى شخصي، هل في شخص مثلاً توجهين له الشكر وقف معك وآمن بالفكرة؟ والأمانة من أهلك من ربعك؟ أكيد الأهل كلهم، من اخوان من خوات الوالدين، وقفوا معي بشكل يعني خلينا نقول كبير. انا مو قادره يعني خلينا نقول ارد لهم هالجميل هذا. للامانه وقفوا معي كم فكره من يعني خلينا نقول مساعدات، من يعني خلينا نقول يعني افكار، من حتى دراسه الجدوى قدموا لي يعني المعلومات اللي احتاجها. الدعم خلينا نقول يعني توفير الوقت، توفير يعني كل يعني خلينا نقول المساهمات اللي تساعدني حتى لو ابسط شيء يعني. غير كذي يعني الحمد لله يعني في الاصدقاء وخلينا نقول يعني حتى العمل جهة العمل، فهذه كلها الحمد لله يعني قدمتني يعني خلتني شوية أنطلق في المشروع. وصراحة تستاهلين، مشروع وايد هادف الحمد لله وبيئي، وحلو إنه يكون عندنا هالمستوى من الوعي في الكويت. شكرا لك المهندسة أسماء العتيق، مؤسسة مشروع إيفرز، والله يوفقك إن شاء الله، كل التوفيق لك. شكرا.